في الشانية الأمنية الآن، ومثلما أوردته قناة النهار حصريا، أوقفت فرقة البحث والتحرية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة يوم الثلاثاء الفاعل الرئيسي لجريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب حمزة بن سرايا الأحد الماضي ببرج البحري، كان في حالة فرار نحو المغرب. التقرير لوليد بوهراوة. باحترافية كبيرة وبعد تمديد الاختصاص، أوقفت فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية للعاصمة يوم الثلاثاء الفاعل الرئيسي لجريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب حمزة بن سراي الأحد الماضي ببرج البحري. كاميرا النهار كانت حاضرة ورصدت مشاهد حصرية للقاتل. في صباح يوم أمس تم إيقاف المشتبه فيه الرئيسي وتحويله على ذمة التحقيق. العملية جاءت بناء على معلومات استقتها مصالح الأمن من اثنين من مساعدي الجاني على الاختفاء تم توقيفهما سابقا. أما الشخصين الموجودين على رهنة الإيقاف لمساعدة الجاني على الفرار، وباستغلال تقنيات متطورة تم تحديد مكان الجاني الذي تنقل إلى ولاية تلمسان للفرار نحو تراب المملكة المغربية. تم تعقب آثار الجاني الفاعل الرئيسي في القضية، والذي حيث تبين أنه كان يتواجد بالجهة الغربية للتراب الوطني وبالتحديد بولاية تلمسان. المتهم سيقدم أمام جهاز العدالة لاستكمال التحقيق وكشف القصة الكاملة لجريمة راح ضحيتها شاب أبكى رحيله الجميع لأخلاقه.